يقطع بره الشغل اللي ما بيخلص. فطسنا وما كنا نخلص شغل له. أساس عم يدفعوا لنا بقر الجحي بآخر الشهر بيشغلونا مثل الجحاش ويعطونا قروش. فوا إذا غلطنا بناكل هوا بنتبهدل بنتشحطط. حرف واحد يطلع من دمك لسانك بطلك يا عم تسمع عم تفهموا لك. بس الورد اهلا وسهلا. بس النور اهلا وسهلا. ليلى نجمة اهلا وسهلا. عندي علم لشو اكتب؟ وسط اثنين قهوة اذا بتريدي. تفضلي تفضلي اهلا وسهلا. يسعد مساك. بصراحة أنا هون بصفتي محامية للسيد خليل صاجاتي، رح فوت معك فورا بالموضوع بدون لف ودوران وباختصار لأنه غير الكلام ما قدر. أهلا وسهلا فيكي، قولي اللي عندك تفضلي. بصراحة سيد القاضي نحن بنعترف إنه موكلي أخطأ. أخطأ كتير بأنه حاول ياخد حقه بإيده دون الرجوع إلى القانون، ونحن بنعرف بنفس الوقت قديش حضرتك حريص على إنصاف المواطنين وعلى إحقاق الحقوق وإنصاف المظلومين، لذلك نحن مستعدين لتقديم كل الأوراق اللازمة لإجلاء الحقيقة، وأي شيء يساهم بإنصاف موكلي كمان نحن سيادة القاضي جاهزين. هيا يا أستاذة، يعني أنا قاري هذا الملف وعندي علم بالقضية، بس القصة إنه موكلك موقفه كتير ضعيف، وخصوصاً إنه في شاهد إثبات. عفواً، بس كمان في إثبات كتير قوي على دهاء سيادتك وقدرتك على حل القضايا المصيرية والصعبة. شكراً. استمو يا ابني. إجيت بوقتك. شكراً. استمو حبيبي. يعطيك العافية. تفضل يا ابني. سيد محامي الدفاع تفضل. سيدي القاضي، أكرر أقوالي وأؤكد لعدالتكم بأن موكلي بريء مما نسب إليه، وهذا لا يتعدى كونه هراء ومحض افتراء، وكلنا أمل برد الادعاء. سيدي القاضي تفضل. شكرا. سيد محامي النيابة تفضل. سيد القاضي، إن المتهم وأمثاله ممن يمتهنون مخالفة القانون ويحترفون الإجرام يخالون أنفسهم سيفلتون من قبضة العدالة. لا لا وألف لا، إن التهم المنسوبة إلى هذا المتهم ثابتة ثبوت عدالتكم، واضحة وضوح الشمس. لذلك سيد القاضي، أطلب من هيئتكم الموقرة إنزال أشد العقوبات بهذا المتهم، ألا وهي الإعدام. يعطيك العافية تفضل. نادي على الشاهد يا ابني. الشاهد أمين مسعود. الشاهد أمين مسعود. الشاهد أمين مسعود. السلام عليكم. عليكم.
سيدنا اللي شو كفرناها رمينا السلام نحن. خلص يا ابني تفضل. وين شرف هون. يا الله اسمك وعمل امين. امين امين مستودع يعني امين اسمي امين مستودع. امين مسعود بيشتغل. امين مسعود بيشتغل. امين مستودع. هدوء. شو عم تنكت انت بالمحكمه؟ عم تمزح؟ قلت لك بحطك بالحبس. ها التزم الادب احسن لك. حط ايدك على الكتاب لشوف. اقسم بالله العظيم ان اقول الحق دون زياده او نقصان. اقسم بالله العظيم ان اقول الحق لا زياده ولا نقصان. تفضل احكي اللي شفته. سيدنا انا كنت قاعد بالمستودع عم بعمل الشرده، وبتعرف سيدنا كان جاينا بضاعه نحن، والمعمل بتعرف احيانا تجينا البضاعه من اللاذقيه، فانا بعمل الشرده لحتى اشوف الداخل والخارج، ولما بتجينا البضاعه بيكون لازم انا اتاخر بالسهره مشان. لك شو بك انت يا ابني؟ انا عم اقول لك تحكي سيرتك الذاتيه شيء، احكي فوت بالموضوع. جايك بالسيره سيدنا، جايك بالسيره. فلما نحن بنعمل الجرده بنعمل الجرده بنطول فيها لما بتكون جايتنا البضاعه، لانه لازم نحسب شو البضاعه الجايه وشو البضاعه اللي تخرجت من المعمل. كانت طلعت الشحن من مرفق طرطوس، وقالوا هو وجاي ابو الحمص بنشر معه الدولاب وما معه استبنه، فقام دق قال له ابعثوا لي دولاب من الشحن من لك خلص يا ابني اختصر. سيدنا انت قلت لي احكوا لنا السيره بدون زياده ولا نقصان، بقى انا عم بحكي لك اياها بالتفصيل مشان اتوخى الدقه يعني. المهم بلا طول سيره سيدنا، وانا قاعد عم بعمل حساباتي مشان الجرد تبع الشحن اللي جاي من طرطوس اللي بنشرت وبعتوا له الدولاب، قام يا سيدنا بسمع لك صوت اطلاق نار. منين جاي هذا الصوت؟ جاي من المكتب تبعه للاستاذ نديم المدير تبع المعمل وصاحب المعمل. قمت انا بحدث بأربعتي ارتعبت، رحت اطلعت ما في شيء، مشيت هيك باتجاه باب اوضته، فتحت عليه باب الغرفه بلاقي لك يا مسطح بدمه يا خطيته، والعينتين هذا المجرب استاذ خليل واقف فوق راسه ماسك هالمسدس، والدخنه عم تطلع من بوزه المسدس وجعر لك فيني هذاك الصوت مشان يكتم لي صوتي، صوت الحق، صوت العداله. ايه بس خلاص خلاص نزل ايدك نزلها. قل لي لشوف كان في حدا تاني بالغرفه؟ لا سيدنا انا وياه بس، للمجرم والمغدور الله يرحمه. طيب انت شفته بعينك وهو عم يطلق النار على المغدور؟ سيدي بعيني هي اللي بده ياك لدود ما شفته، بس كل شي بمظهره بدل انه هو الفاعل. ما في جثة تحته وهو واقف فوق الجثة وماسك المسدس بايده والبوزي عم يطلع منه دخنة. بعدين يا سيدي جعر لك فيني هداك الصوت وقال لي اذا بتفتح تمك بحرف لأصل لك لسانك، مشان يهددني مشان يكتم صوت العدالة لحتى صوت العدالة ما يطلع. وطلع من الأوضة آخر شي الله لا يوجه له الخير ولا كأنه عامل شي. سيدي القاضي أرجو التركيز على عبارة كأنه مانو عامل شي. هي شهادة إثبات من شاهد الادعاء على أنه موكلي بريء، لأنه بتعني أنه غير متوتر غير مذعور غير منهار، وهذا يخالف قواعد أسس علم النفس الجنائي. يا حاجة ما حاجتك تبيضي علينا والنصري، معروف هذا تبعك، هذا قتال انت لمجرم متعود. هذا سيدي القاضي صار في برقبته يمكن شي 20 سنة، لك شلون عم بيطلعوا براءة ما عم نعرف. الله وكيلك، هذا على فكرة هذا اللي شايفه مثل الخاروق. سيب هذا سيب وحش سيدي وحش. سيدي انا استنكر طريقة واسلوب الشاهد. لا تستنكر دخيلك، ما اذا استنكر انا استنكر سيدي طريقة واسلوب هي المخلوقة. خلص يا ابني جاوب على قد السؤال وخليك ضمن حدودك، عم تفهم؟ تفضل. سؤال للشاهد سيدي القاضي لو تسمح لي. تفضل محامي الدفاع. طيب رح نجي على قد عقلك، وقال اللي ما بيجي معك طاعة معه، إذا كان هو القاتل مثل ما حضرتك عم تقول وهددك، ليش ما قتلك بنفس اللحظة وهو ماسك المسدس وريحنا منك؟ هيك كان تخلص من الشاهد الوحيد لإدانته. سيدي أعترض على هكذا نوع من الأسئلة الملغومة التي ترمي إلى تضليل الشاهد. على فكرة هذا بدوزن، على فكرة بيفهم. الله يعطيك العافية. الاعتراض مرفوض، وانت خليك ضمن حدود شهادتك، عم تفهم؟ حاضر سيدنا، حسبي الله ونعم الوكيل. سيدي هذا المجرم ما كان يتخيل اني انا ممكن اتجرأ بعد ما هددني واشهد ضده. هو ارتاح، قال لحاله لما قال لي بقص له لسانه وانا بدي خاف وموت من الرعبة، بس انا باذن الله ما بخاف غير من اللي خلقني. لما حكمت ضميري قلت لازم بسألك مرة تانية،
ولآخر مرة أنت شفته بعينك وهو عم يطلق النار على المقدور؟ أنت عيني سيدي القاضي ضال. لا سيدنا، أنا بعيني وهو عم يطلق النار ما شفته. إيه بس هذا لا يعتبر دليل إداني للمتهم. نحن بدنا شاهد شاف بعينه، مو سامع سمع بإذنه، ومن هون إجت كلمة شاهد. سيدي بس يعني عدم المؤاخذة، ربنا دخيل اسمه ما نشاف بس بالعقل نعرف. إيه بعرف، هذا شيء وهذا شيء. تفضل انصرف، يعطيك العافية. يقطع عمرك من القاضي، شقفة غبي فاسد. لك انت مجنون انت؟ لك كيف بتتجرأ تهين هيئة المحكمة؟ ها كيف؟ حطه بالسجن يا ابني لشوف. ليش لحتى يحطني بالسجن سيدي؟ مش انا سبيتك؟ انت شفتني وانا عم سبك؟ لا ما شفتك بس سمعتك وكل شي بالمحكمة سمعك. عدم المؤاخذة سيدي القاضي، معلومكم السمع لا يعتبر دليل كافي. خلص حطه بالسجن يا ابني. يحيى العدل، السلام عليكم. الحقيقة يا أبو معروف ما بعرف شو بدي إلا، يعني اللي عملوه ما بيتحملوا عقل نهائياً نهائياً. أنا صاحب الباع الطويل في النضال الوطني، هيك ينسوني فجأة؟ بعدين هاي المناصب يعني إذا ما أنا وغيري وأمثالي أخدوها لمين بدهم يعطوها؟ لناس ما معروفة قرعة أبوهم منين؟ ماشي ماشي يا أبو معروف، بالنهاية ما بيصح إلا الصحيح. يعطيك العافية، مع السلامة. أهلين يا نادر، كيفك؟ أهلين سيدي، الحمد لله بألف خير. المهم أنتو؟ أنا اليوم منيح بس ما بعرف بكرة إذا راح أنصاب بالجلطة ولا لا. بعيد الشر عنكم سيدي. شايف يا نادر؟ بعد كل هالسهر والتعب والجهاد في سبيل الوطن والمواطن بيرموني هالرمية، ومو بعيد بكرة كمان يربطوا شيلتي بملف مكافحة الفساد، وأنا يلي ما دخل على جيبتي قرش ولا فرنك إلا من راتبي والمكافآت الرسمية اللي كنت أخذها من عرق جبيني. بشرفك يا نادر، بشرفك. أنا عم بحكي صحيح ولا لا؟ احكي ضميرك. طبعا سيد طبعا، يعني من شل لسانه وتقطع إيده اللي بيحكي عليك كلمة واحدة. أنت يا سيدي نبراس علم بهي الوطن وبالأمة كلها. صحيح صحيح. بونجور بابي. بونجور بابي. شو بابي؟ فايقة بكير اليوم؟ شو هالنشاط؟ ما في بالعادة. بابا بدنا نروح أنا ورفقاتي على الناديو وعزمتهم على الفطور. كلك نظر بابي. وقديش بده الحلو؟ يعني أي شي بيطلع من خاطرك هيك شي 50,000 ليرة. 50,000 بابي؟ إيه شو بدكم تفطروا وخروف مكتب؟ ما حاجة 30,000 حبيبي؟ لا بابي، شو بدك رفقاتي يضحكوا علي؟ بابيتو ايه ما فشروا يا حبيبتي يضحكوا عليكي. تفضلي بابي. شكرا بابي، ميرسي كتير. ميرسي بابيتو. باي 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 حبيبتي. ايه نادر، شو كنا عم نحكي؟ كنا عم نحكي عن الكفاح وعن النضال. صباح الخير بابي. اهلا بابا نضال، شو القصه؟ فايقين بكير كلكم اليوم انت واختك؟ ما في بالعاده هالنشاط بابي. يطلع سراب مع رفقاتي وبدي مفتاح المرسيدس. بابا بتعرف انت المرسيدس؟ لامك. وانا ماني جاهز اعلى مع امك نهائيا بابي. معلش نخلي كل واحد باختصاصه وكل واحد فينا يلزم حدوده. انت بنظري اب بتجنن وبتطير العقل، بس ما بعرف ليش شايف انه بطلعه مع ابن ابو يامن وابن ابو يعرب بدي حسرم مرسيدس، ولا ما بعرف اذا بدك يحكوا عليك وعلي. اعوذ بالله يا بابا، معقوله انا خلي ابن ابو يعرب وابن ابو يامن يضحكوا عليك؟ لك تكرم عيونك يا بابي، انا رح اعطيك مفتاح المرسيدس الخاصه تبعي. خد بابا تفضل،
وراح مشي معك جيب مرافقة. لا لا بابي بلا المرافقة، يعني ما بدي العالم يحكوا عليك وعلي، بلا المظاهر. شايف النضال شو مؤدب يا نادر؟ وناعم. ايه شو كنا عم نحكي؟ كنا عم نحكي عن الكفاح والنضال ومقارعة الاستعمار. هاها، وهذا يلي خلاني اشعر بالإهانة. انا قضيت كل عمري بالنضال ومقارعة الاستعمار في سبيل الوطن والمواطن، بيرموني هالرمية. انا ما فكرت بنفسي ولا فكرت بمرتي وولادي، واحد غيري كان لازم يكون عنده بدال هالفيلا الصغيرة ثلاثة، ولازم يكون معه بدال 100 مليون مليار، ولازم يكون معه بدال الأرض 10، وبدل الشاليه 4، وبدل السيارات 50، وبدل المعمل 3، وبدل الأرض 1 مليون. أنا يا نادر ما إلي بهالدنيا إلا نفسي العزيزة وشرفي وكرامتي ونضالي في سبيل الله والوطن. ولا يهمك سيدنا ولا يهمك، أنت الشمس الساطعة في أيامنا المظلمة، وأنت المطر على أرضنا العطشة. يا الله يا الله، صاير شاعر ولك أزعار؟ بتجنن، عدي عدي لشوف شو شو الشمس شو؟ خجلتنا سيدنا، أنت الشمس الساطعة في أيامنا المظلمة، وأنت المطر على أرضنا العطشة. الله الله، بتعرف بتستحق مكافأة بتاخذ العقل على هذه القصيدة؟ سيدي طالما رايق بدي اقترح عليك شيء، ويا ريت تسمعني منيح. طالما عندك العقل نظيف اقترح يلي بدك اياه. طالما كحشوك من باب الدولة، فتلهم من باب الشعب. شو قصدك ولا؟ طول بالك علينا سيدنا، طول بالك. الانتخابات على البواب، وانا برأيي انه مقعدك لازم يكون مفصل وجاهز على قياسك. خلال البرلمان تتفرغ للنضال والكفاح والمقارعة للاستعمار. برافو عليك، رائع يا نادر، بشرفي انك جبتها. بس انا ما الي خلق على الناس، بتعرف بصير طالع طالع والفايت فايت، وهذا اللي اسمه الشعب اذا انجلى مصيبه. هذا الموضوع اترك لي يا انا سيدي، انا بتولاه. كل اللي مطلوب منك تحضر بكم مجلس بين الناس، وتخرط لك كم خطاب مؤثر، ونوزع شويه سمنه وزيت ورز، وبعدين بس نحصل على الكرسي. الشعب هذا اللي بسموه الشعب بيروح بطريق، وحضرتك بتروح بطريق تاني تتفرغ للنضال والكفاح والمقارعة. عبقري عبقري يا نادر. بس شو شو عدلي عدلي، هاي القصيدة اللي قلت لي اياها السما وما سما، قل لي شو شو. أنت الشمس في أيامنا المظلمة، وأنت المطر على أرضنا العطشة. أنت الشمس في أيامنا المظلمة، وأنت المطر على أرضنا العطشة. أنت الشمس في أيامنا المظلمة، وأنت المطر على أرضنا العطشة. إن المتقين في جنات وعيون، إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، آخذين ما آتاهم ربهم، إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا. الله لا يوفقك يا نادر على هالورطة، ولك أنا شو جابني لهون؟ جدي لعب بعقل تيس. لا يا معلم، أنا عم اشتغل لمصلحته ولو؟ يستغفرون. صدق الله العظيم. الفاتحة.
يا اخوان بعد الصلاة على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والرحمة على روح الفقيد المجاهد يحضرني أن أقول لكم في هذا الحادث الجلل أن أرواحكم ليست لكم، إنها ملكا لله سبحانه وتعالى، والإنسان عبد ذليل للخالق العظيم، وأرواحكم حين يريد الله سبحانه وتعالى أن يزهقها ويتخذ قرارا بها يرسل الجهات المعنية إليكم لتأخذ روحكم إليه، ولا ينفعكم عندها إلا العمل الوطني الصالح. تخيلوا ماذا يجري فوق. يأتي شخصان بطاولة ويضعان عليها كأس ماء، ثم يبدأ التحقيق في وقت متأخر من الليل لساعات وساعات وساعات، وبيجيبوا السي في تبعه من لما ولد لحتى طلعت روحه لفوق. وإذا كانت الروح متورطة بأفعال مخالفة فالويل ثم الويل لها، وإذا كانت الروح قد مارست أفعالا مشبوهة وساهمت في انهدام المجتمع فالويل والويل ثم الويل، وجهنم وبئس المصير مصيرا. أما إذا شاركت هذه الروح بأفعال تهدد أمن واستقرار المجتمع فمأواها جهنم وبئس المصير. كأنه المرحوم كان محبوب كتير لحتى كل هالناس عم تبكي عليه. إيه الله يرحمه، لك شهانة الموت. ومن تورط سيخضع لكل أنواع العذاب والإسلام، ولن ينفعه وقتها التوسل والصراخ. الويل والصدور لكم، الويل لكم، الويل لكم ولأرواحكم، الويل لأرواحكم، الويل لكم. نادر شو صار؟ وين راحت هالعالم كلها؟ كون مطمئن سيدي، انطلقوا بسرعة البرق على أول صندوق اقتراع لحتى ينتخبوك. هيك قولك؟ طبعا سيدي، بعد هالخطبة العصماء مين بيسترجي منهم ما ينتخبك؟ شكرا لذوقك ولطفك يا نادر. نادر تفضل. بس ذكرني بالقصيدة اللي قلت لي إياها اليوم، يلي فيها شمس ومطر، بتعرف لسه لهلأ عم بتطن بإذني؟ أنت الشمس في أيامنا المظلمة، وأنت المطر على أرضنا العطشة. أنت الشمس في أيامنا المظلمة، وأنت المطر على أرضنا العطشة. أنت الشمس في أيامنا المظلمة. إذا بنت بده ياني يسميه على اسم أمه حفيظة. في حدا بهالأيام بيسمي حفيظة قريضة إن شاء الله؟ كوينه هالرجال والله تأخر، غلي قلبي عليه. يا
والله غري قلبي على هالرجال. يا ربي دخيلك وين هو؟ يو ليش هيك راكي؟ بكون شايف له شي شوفه. يا الله على هالرجال شو قلبه قطيعة، لسه ما بشوف شي مو طبيعي إلا ببلش بيرقد رقد على مهلاك. لك إيه إيه جاي شو بقى هاد؟ شو صاير؟ ليش هيك عم ترقد؟ ما بعرف سمعت. لك شو سمعت؟ انت بس لو بتجرب تشوف شو صاير ما كنت بترقد. عن جد يا زلمه صاير متخجل انت. لك معقول من يومين لانه بنت اختي طقت لها بالونه تعمل كلها عمايل؟ والله معك حقك على راسي يا سعاد، بس صاير سبحان الله كل ما اسمع صوت بدون شيء بصير لي فجاه بلاقي حالي ركضت. يا الله منك يا خالد، ليش مو جايب لي المخللات معك؟ ما بتعرف اني عم بتوحم عليهم؟ الله يسامحك على هالعمله. خلص طيب هلا بروح على تم الحارة بشتري لك. لا خلص ما في داعي، هلا بستعير صحن من عند الجيران. لا قريب هو تم الحارة، خلص بشتري لك وبرجع. بدك شيء ثاني؟ لا سلامتك، لكن الله يرضى عليك، لا تقلقني عليك ولا تتأخر، أنا مو ناقصني لعباتها. الله معك. عليكم السلام. شو باخلك اخي؟ شو باك فايت عليك؟ تقدر تستعجل؟ شو صاير لك؟ لا دي كليوني. والله خوفتني، شو بدك؟ زلني شي كليان مخلل الله يخليك. ايه تكرم. لك شو بو هذا ليش كان عم يرقد؟ شكله مو عاجبني، خايف يكون وراه شي مصيبه، لازم بلغ عنه. ولا اقول لك عمي يعني شو بدي بلص دخيلك؟ ما لي علاقه. خلاص فهمنا عم نزل لك، روح صلي على النبي. لك وينك وين رحت؟ لك الخلالات؟ لك تاخذ الخلالات؟ لك شو صلت؟ على عرضك شو ما بدك خذ، بس لا تقتلني. كاسة مي، كاسة مي. شو قصده هالرجالات؟ بقص ايدي اذا ما انه مندس او عامل له شي شغله. رح اختنق الله يخليك. كاسة مي. تكرم اخي تكرم. الو احترامي سيدي، لا في واحد فات عندي على المحل هيك شكله هربان وخايف، والله ما بعرف شو قصته، اذا في مجال تجوا هلا سيدي. يا الله يوفقك، مع السلامة سيدي، الله معك. تفضل. سلم ايديك مشان الله ما تواخذني، خوفتك ما هيك؟ لا بسيطة ما في مشكلة، بس يعني عفوا ليش هيك عم تركض انت؟ شغلة بسيطة، مثل ما بتعرف اخي الكريم بهالايام الواحد عم يتم خايف. ليش عملت هيك انا؟ والله باينته طيب، العم خربنا له بيته للزلمة، هلا لحتى يعرفوا انه ما له عامل شيء بيكون تبهدل على الاخر. اخي اذا فيك تهرب هلا اهرب. ليش شو في؟ اخي انا عم اقول لك هروب، يعني احسن ما يجوا يمسكوك. هلا بس يجوا بقول لهم هرب. شو بدي بهالشغله انا؟ ما بدي احط خطيطه برقبتي. اخي
شو في؟ خبيني استر عرضك لحقني. فوت 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 فوت. الله حي أصلك عمر. ولك أهلين أهلين بالمناظرين، أهلين بالأبطال. لك أصلا شرف كبير إني استضيف مناظر كبير مثلك أنت. يا سيدي كيف كان؟ يعني شو كان يحب؟ شو كان يكره؟ لك مامي بدي ضل احكي لك عن ابوكي. الله يخليك احكي لي عنه. الله يرحم ترابه، كان رجال ابضاي، ما كان في شيء بالدنيا يخوفه. كان لما يفوت من اول الحاره الناس ترجف من خوفه. كان لاحش حاله على المشاكل لحش، تقولي عنتر ابن شداد. الله يرحم ترابه، ومن سنين طويلة صارت عنا مشاكل وأحداث، إن شاء الله بتنذكر ما بتنعاد. إلهي هذا الحكي قبل ما تخلقي لك بنتي، وبيوم أبوكي إلا بده يدافع ويحامي ويوقف بوش المشاكل. كان يركض رقيد ليدافع عن أي حدا، كان يفوت على بيته ضباب ويطلع سبع. الله يرحم ترابك يا خالد. شو كنت ابضاي رجال من ظهر صحيح. كيف شايف يعني؟ يعني هيك شفت استقرأت. حلو، صاير عندك الحاسة السابعة. شو هي الحاسة؟ السابعة. بنت عمها للحاسة السادسة مع شوية اختلاف. شلون؟ والله ما فهمت. شوف يا صديقي، الحاسة السادسة بتخليك تتوقع المستقبل حسب التسلسل الطبيعي للأحداث، أما الحاسة السابعة بتخليك تتنبأ للمستقبل عكس التسلسل الطبيعي للأحداث. هيك أنا فهماتي على قدهم فريد، فبدك تدير بالك تستنى علي شوي شوي. رح أقرب لك يا هلأ. مثلا نحن في عنا لص ابن لص مقطع موصل عامل السبعة وزمدة بالي على البيضة والتأشيرة، انت شو بتتنبأ له حسب الحاسة السادسة؟ وقالوا يلتعن ابو اللي نفضه بالحبوس. انا حسب الحاسة السابعة بتنبأ له مستقبل زاهر، عز وجاه، كرسي منجد، ولا انا غلطان؟ لا والله انت معصوم عن الغلط، بس هي شو؟ يعني هيك الاحداث والامور. انا بنصحك تضل على الحاسة السابعة، ترتاح وبتريح. هيك رأيك؟ اسمع مني. يعني شو؟ يعني انسى. تشرب شاي؟ عم نشرب. اي والله، اي والله عم نشرب. هيك لا ضل لا سادسة ولا تاسعة.